احنا من هذا المنبر احنا منظمين دوري لكرة الطائرة، نظمناه خططنا له سابقا من أسبوعين، ونظمناه بشراكة مع المغربية للألعاب والرياضة. نشكرهم جزيل الشكر على دعمهم المعنوي والمادي. وكذلك هذا الدوري مشاركين فيه أربع أندية اللي هما نادي المرسى، نادي أولمبيك العيون، ونادي منايا، ونادي الخيمة. بالنسبة لكرة الطائرة هون في مدينة العيون هي رياضة حديثة، ونتمنى إن شاء الله من المنتخبين ونتمنى من المسؤولين على الرياضات وعلى دعم الرياضات يدعموها ويعطوها أهمية. تنتواجدوا هنا بشاطئ فم الواد وبالضبط بشاطئ طاش مطاش التابع لجماعة المرسى، باش نقيموا واحد الدوري نتاع الصداقة في كرة الطائرة الشاطئية، ولأول مرة تيدار هاد الدوري، وتنتمناو من الله سبحانه وتعالى باش هاد الدوري يستمر لسنوات عديدة. الدوري تيتكون من أربع فرق، فريق أولمبيك العيون المنظم مع شركة الألعاب المغربية الوطنية للألعاب، ونادي منايا، ونادي المرسى، ونادي الخيمة. المقابلات تجرى في جولة واحدة من 21 نقطة. الحمد لله تمكننا باش نكملوا هاد الدوري في احسن الظروف رغم قساوة الطقس. اليوم في هاد الاجواء شاركت في دوري الصداقه لفئه الفتيات في المرتبه الاولى. انا سعيده جدا ونتمنى هادشي يتعاود مره اخرى. احنا جد سعداء بهاد المشاركه ديالنا في كره الطائره مساعدة. هذه التظاهرة الرائعة في هذا الجو البهيج، والحضور كان كبيرا، ونحن أتينا من أجل دعم جميع التظاهرات وجميع على جميع المنابر لهذه الظاهرة، وهي ظاهرة اجتماعية رياضية لا بد منها. أحييكم من شاطئ مدينة العيون، وكان لي الشرف اليوم بحضور هذا اللقاء اللي جد رائع. ولاحظنا اليوم الحمد لله في هذا اللقاء عدة مشاركات بجميع فئات الشباب الذكورية والإناث، ونرجو منكم أنكم تدعموا هذه الفئة، تدعموهم والله يوفقكم فيما يحبه ويرضى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.